بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 13 بعد 106، بعنوان الإنصاف عند الإمام الألباني رحمه الله، وهو الشريط الثاني. تم تسجيل هذا المجلس في 10 جمادى 1413 هجري، الموافق 14 1992 ميلادي. فأنا أريد أن أقول أنه أنا أريد أن تستفيد من قوله عليه السلام: المؤمن مرآة أخيه. تأخذ وجهة نظر هذا الرجل الذي شاب في الدعوة على عجره وبجره، وهذا الأستاذ الخطيب وهذا طالب العلم وهو إلى آخره، شوف شو رأيهم في هذه الكلمات. فأنت بقى تصحح وجهة نظرك من مرآتك هو زيد وبكر وعمر إلى آخره، ولا تتحمس لرأيك لدرجة بتقول عن هذا الرجل الداعية شره أكثر من خيره. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يا أخي هذا الكلام خطير جدا إسلاميا باتفاق كل الأحزاب وكل الجماعات، أنك تقول عن رجل الميزان العدل مو بإيدك، الدين خيره والدين شره، هذا مو ميزان في يد بشر إطلاقا. يوم القيامة لما توزن الحسنات والسيئات وترجع كفة الحسنات عن السيئات، يومئذ يكون إيش؟ من الناجين، من الفالحين. أما اليوم لا يستطيع أي إنسان يقول فلان شره أكثر من خيره. هذا أكبر دليل أنك لم تستفد من مرآتك، هذا أكبر دليل أنك لم تستفد من مرآتك. لذلك فقولك أنا بسجل لك هذه الأشياء مشان تدرسها، أنا والله لست بحاجة إليها، لأنني سمعت الأشرطة من أولها إلى آخرها. وأخواننا يعلمون أنه أنا ما عندي وقت أن أسمع رأي فلان ورأي فلان في الأشرطة، لكني أهتبي الفرصة سوق للسيارة، فبضع الشريط وبسمعه والشريط بسمعه إلى آخره، وهكذا أستفيد من وقت الفراغ حيث لا أستطيع أن أجلس وراء المكتب وأدرس وأنقل وإلى آخره. فأنت بارك الله فيك، هذا الحماس نحن نراه أنه يضرك ولا ينفعك. يعني إذا وقفت عند قولك أنه هو إيش قال يباهي، لو وقفنا عند هذا الكلام معليش، لكن أنه يوصلك هذا الكلام وذاك الكلام إلى أن تحكم عليه بأنه شره أكثر من خيره، إذا من هذا المسلم الذي ممكن أن نقول خيره أكثر من شره؟ هذا بارك الله فيك. يعني أعتبره أنا إنما حكمت بأن خيره بأن شره أكثر من خيره فيما أعلم، لم أحكم فيما يتعلق بما عند الله. يا أخي لا تعلم أنت شيئا، أنت لا تعلم شيئا عن الرجل. كيف ما أعلم شيئا؟ ما تعلم شيئا عن الرجل، تعلم الذي تسمعه فقط. أعلم الذي أسمعه، أعلم من واقعه، أطلع عليه، أسمعته، جلست معه، أعرف هذا كله، كيف ما أعلم يا شيخ؟ الله، كيف ما أعلم وأنا يعني كما يقول ابن مكة أدرى بشعابه، رجل عندنا وأنا أدرى الناس به ومن أدرى الناس به، ثم ما عندي من مؤاخذة شيخنا، أنا لم قبل أن أؤاخذها وقبل أن أعتبرها مؤاخذة أنا قد عرضت على بعضها العلم.
ووافقوا في هذه المؤاخذات جلها. هذا العلم بقول لك أنا سلفا ما يجلسون معك هذه الجلسة ويناقشونك هذه مناقشة. الله يا شيخ، أهل العلم بيسمعوا معك بيقول لك والله صحيح، أما أنه نسمع شريط من أول ولا آخر ولا آخره، وهل هذا الكلام نص صريح فيما أنت تذهب إليه؟ أهل العلم اللي أنت تشير إليهم على فضلهم وفائدتهم للأمة إلى آخره ما عندهم هذا الصبر، وأنت تعرف هذه الحقيقة. يمكن هو بجوز الأخ خالد يمكن عرض سؤال لساني ما هو مسجل تمام. لا ليس السؤال، ليس سؤال لساني، نحن ما عندي، انا ما عندي، عرضت على المشايخ وسمعه الشيخ ربيع، سمع مقاطع كثير وبين هذه مؤاخذات وان طيب هذه... هذا خطا ايضا. لماذا الان خطا؟ لانه الشيخ ربيع بينه وبين سفر، ما بينك وبين سفر، يعني يعد كلام اقران لا يؤخذ يا شيخ. عم تسالني يعني تسالني ايضا. نعم. يعني الآن كلام الشيخ ربيع، الآن كلام الشيخ ربيع الآن. تعرف الخصومة اللي بين ربيع وبينه؟ لا حول ولا قوة. ما في خصومة، ما في خصومة. لا لا ما في خصومة، ما في خصومة، ما هي إلا دعوة ونشاط. الآن مثل مثلا ما الشيخ ناصر يرد على أحدا من الذين يخالفونه ويرد عليهم في قضايا علمية، الشيخ ربيع هكذا يفعل معهم. لا ما في خصومة تجعل الشيخ ربيع يظلمهم لأن بينه وبين فلان وبينه وبين فلان، أبدا، هذا ما نعتقده في الشيخ ربيع ولا في غيره من أهل العلم، ما نظن. لأنه إذا كان هكذا بيحدث، إذن كل رد على كل أحد من أهل العلم يعتبر أنه والله هذا فيما بينه وبينه خصومة، فإذا ما أقبل أنا كلام زيد في عمر لأنه خصومة. أنا بدي أسألك يا خالد، أنا لا أنكر، أنا لا أطعن في الأخ ربيع، أنا ما فهمت هذا. أنا أقول بأنه هذه طبيعة الأشياء، بأن الخصومة الحس البشري الذي إذا حكم وحده فإنه لا يخرج من الإنسان بخير على إخوانه سائر إخوان المسلمين، فكيف بمن يكون بينه وبين أحد الخصومة؟ هذه طبيعة. أنت لما تقرأ حتى كلام الأقدمين بعضهم في بعض، يعني لما تقرأ كلام السخاوي في السيوطي بتقول هذا إنسان يتكلم بعلم، هذا لا يتكلم بعلم حقيقة. يعني أقول لذلك أنا الذي أريد أن أقوله بأنه الأخ ربيع أنا نعرف منه ما تعرف منه أنت من خير كثير، ولكن حقيقة مثل ما أشار شيخنا قال، يعني وهل مثل ربيع يسأل في سفر؟ لماذا لا يسأل؟ بس ما المانع؟ يعني السؤال لعله يتعلق بشخص السفر، لكن إذا كان لعل أظن يعني قصد الأخ خالد الكلام عن الحق الذي في كلام سفر والباطل الذي فيه، لا في شخص السفر، هذا يؤخذ من جانب العلم، أما من جانب الجرح والتعديل في السفر هذا لا يؤخذ من ربيع لكونه موقع. يعني أتوقع هذا قصد الأخ خالد. هو في خلط هناك، الله يبارك فيه. إحنا عندنا في هذا الزمن الحقيقة الجرح والتأخير والتعديل مؤخر، يعني يأتي في الدرجة الثانية، هذا طبيعة زماننا الذي نحياه الآن. إحنا ما نفي عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، يعني إحنا حقيقة البشرية البشر اللي فينا هي التي تحكم علينا بأشياء وأشياء كثيرة، هذا أمر يعني لا نخ. وبعدين يعني شوف في شغلة أخرى، بأنه الذي نبت بين العلماء والذي زرع في قلوبهم نتيجة الفتنة التي كانت في بلاد المسلمين هي التي جعلت الموازين تتغير في النفوس. يعني كانت تشير أن كتد الخليج كان السبب في الموازين تتغير؟ كيف مثلا؟ هل مثلا فتنة الخليج جعلت عمرا من الناس يحمل على زيدا في قلبه ويحقد عليه ويظلمه ولا يعدل معه ويفتري عليه؟ هذا يمكن؟ كانوا ناس من أهل العلم والفضل والديانة والتقى؟ أنا بسألك يا خالد الآن، يعني أنت ما عرفت من هذا وأنت ابن المملكة؟ إيش ما عرفت؟ ما عرفت هذا في بين المشايخ اللي صار؟ أن في شيء في النفوس؟ لا ما أعرف، أنا ما أعرف أن في شيء في النفوس. أنت تعرف هذا ولا تعرف لأنهم يعني فريق بدأ يطعن في العلماء وأنهم لا يفقهون الواقع، وفريق الآخر قام بالرد عليهم فنشأ من هذا. إحنا ما فصلنا، لكن أشرنا إلى كيف شيء في النفوس. كيف شيء في النفوس؟ سأل صاحبك، سأل صاحبك. يعني كيف الآن فهمت؟ سأل صاحبك. هل ما عرفته؟ هل ما عرفت يا أبا طالب أن مثلا أحدا من أهل العلم عندك يحمل على أحد شيء في النفس بمعنى هو يختلف معه على شيء في نفسه؟ لا أظن هذا سؤال الشيخ. هذا الذي فهمته أنا السؤال. سؤال الشيخ محمد.
ما هو سؤال الشيخ؟ الذي وقع عليه الكلام أنه هل المشايخ يعني حصل بيناتهم خلاف في فتنة الخليج وبدايته كانت فتنة الخليج أو لا؟ حصل خلاف بين المشايخ وبين العلماء من فتنة الخليج وجعل ها؟ وجعل الموازين تختلف وتتغير وحصلت بين لا اتضحت مناهج لأنه كل واحد اتضح له مثل ما قلت لك أنه فريق بدأ يطعن في العلماء وفريق الآخر قام في الرد عليهم، فمن هذا المنطلق بدأ كل شخص ينظر إلى الثاني بأنه له منهج، ومن هذا المنهج انطلق يعني وعده منهجا للآخر. يعني مثلا طعنه في العلماء هذا الفريق الذي يرى انت بس غيرت الألفاظ اللي عندي يعني طيب نقول اتسعت الهوة بعد حرب الخليج انت يعني جبت المراد اللي عندي بألفاظ أخرى فقط يعني. شيخنا نقول فلنقل اتسعت الهوة يعني اتفق معي يعني هو هذه الحقيقة. الله أكبر حينف. ويكفينا والله يا شيخنا هذه من سلبيات هذا هذه الأمر. أنا بسأل سؤال يا أخي طيب ما بدي أسأل خالد المرة هذه بسأل سؤال هل إذا جلس المشايخ خلينا نقول المختلفين ما بنقول متعادين المرة إذا جلس أحدهم مجلسا مع جماعة هل يكون مجلسه خاليا من ذم ذلك الإنسان الآن يعني في هذا الوقت ولا وليس في ماضي الزمان يعني الآن يجد فيه ما يخلو من الكلام في مجلس بل وهذه فتنة والله ما يكاد يخلو منها ما يكاد يخلو منها مجلس كيف الذم مثلا اي بس اصبر اسألني انا مثلا كيف الذم الذم يصير مثل هذا انه يكون هؤلاء يذمونهم بانهم ذموا العلماء وانهم تكلموا في العلماء وفي هيئة كبار العلماء وطعنوا فيهم ويردوا عليهم في هذا الجانب فقط يعني ليس تحاملا في انفسهم او شيئا في انفسهم جعلهم يطعنون فيهم هكذا اتباعا للهوى وانما عن منهج اتضح لهم من خلال فتنه من بدايه فتنه الخليج وبداوا يطعنون فيهم هذا انت الحقيقه بكلامك الاخير هذا يعني نسينا كلامك الاول يعني قلنا يعني انت انصح الى حد ما مش نسيت انساك 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 الله يجعلنا لا اقول اخ ابو جابر الله يبارك فيه احنا نود ونسال الله عز وجل ان ينقي قلوب الدعاة والعلماء من كل زغل فيها هذا احنا نتمناه وندعو الله ليلا نهار ولا يجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا يا سلام يا سلام لكن يا اخي هل هذا هو كائن حقيقي انا اساله نعم ان شاء الله حاصل حقيقه أنه يعني إن شاء الله كلاً أنا مثل ما قلت لك يا شيخ الطعن بناء على منهج اتضح له وليس شيئا في نفسه إنما اتضح منهج لفريق أن هذا المنهج يخالف منهج السلف بالطعن في العلماء مثل يعني حتى قال قائلهم يعني يسألون نحن الذين في بحبوحة من الكلام يسألون أما علماءنا يعني يقعون في بعض الضغوط تحت بعض الضغوط تأثير بعض يعني يقعون في بعض المداهنة يقعون تحت بعض المجاهرات اسمح لي انا شيخ. الان بسالك سؤال واحد اصبر لي يا شيخ كم واحد اللي تكلموا وطعنوا على الشيخ ناصر واتهموا بالجهل اسمح لي يا شيخ انا اجيبك انا اسالك يا فضل اول اكمل لك جوابي ثم لعلي اجيبك على هذا السؤال وان كنت احسنت في قولك لعل اي نعم يا شيخ تفضل هو احق بفضل الجواب تفضل فالشاهد بارك الله فيك يا شيخ أنه هذا الشخص الذي حصل منه الطعن إنما هو عن بناء عن منهج اتضح له ليس إلا بس فقط رأيت كيف منهج يا شيخ منهج ما يختلف يا أستاذ إحنا إذا كان نختلف أنا أقول أنت إلي منهج وأنت منهج أين منهج السلف أين لا يا أخي هذا المنهج منهج واحد لا يتغير بتغير الزمان واختلاف الحال وتبدل المكان لا يختلف بارك الله فيك اسمع لي لا أنا أقول بكل صراحة لم يكن هذا هو الحاملهم على ما وقعوا فيه وإنما الحاملهم شيء آخر لا أريد أن أسميه باسمه صراحة لا لا أنا ما بتكلم عن الشيخ أنا ما بتكلم عن الشيخ أنا بتكلم عن الذي وقع يعني بين الذي وقع في من يا شيخ في أيد في المنهج الثاني هذا الذي بدأ يطعن في العلماء أنا مثل ما ذكرت لك أنهم يقولون
هؤلاء علماء يقعون تحت بعض الضغوط وتحت بعض المجاملات وتحت بعض التأثيرات والمداهنات، هل توافقهم يا شيخ؟ طيب هذا أنا بسألك سؤال، ما تعني المداهنة؟ ما تعني؟ ترك الحق مداهنة الشخص هذا. إيش معناها المداهنة؟ في مفهومها العام أليست نفاقا؟ نعم يا شيخ. طيب جميل، لما يتهم واحد الآخر بالنفاق ماذا بقي بعد هذا الاتهام؟ هذا الذي نقول سفر، هذا الذي يقوله يا شيخ، هذا الذي يقوله على هيئة كبار العلماء. يا حبيبي أو يا أبا جابر تفضل، أنا ما بتكلم بقول سفر اللي بقوله غيره ما بقول، أنا بقول أو غيره يقول سفر لا يقول، أنا بقول هذا الذي يقال بين الطرفين هذا الذي يقوله. شيخي بارك الله فيك، والمشايخ يشهدوا، بارك الله فيك، أنا بقول لك أنه سفر يقول هذا الكلام تجاه فتوى أصدرت من هيئة كبار العلماء بأنه بجواز الاستعانة، فقال جوابا على السؤال، والشريط لكم أن تسمعوه من أوله إلى آخره، فقال جوابا على السؤال: قلت لما سئلت عن فتوى هيئة كبار العلماء حتى قلت من أجل أن لا يفترى على الله ولا على رسوله، قلت بأنه لا يجوز الاستعانة وكذا، ثم بعد ذلك مشى وتكلم كلام طويل، ثم قال: يا إخوان اسألونا نحن الذين في بحبوحة من الكلام، اسألونا نحن الذين نستطيع أن نتكلم في مساجدنا في بيوتنا في مدارسنا في كذا في كذا، ثم قال: وهذا يعني هذا نحن مشايخنا يقعون، علماؤنا يقعون في بعض المجاملات في بعض المداهنات في بعض التأثيرات والمجاملات والضغوط، فلا تحرجوهم يا إخوان، ما كل سؤال تسأل الشيخ يجيبك عليه، اسألونا نحن الذين في بحوحة من الكلام. هذا يا شيخ كلام بارك الله فيك لا يرتضيه، أنا لو جاني واحد والله كم، بس ما نريد أن نذكر، والله ما نقبل على أحد يعني أن يطعن في علمائنا ولا على أي واحد في علمائنا. يعني يأتيك واحد مثلا من ضمن هذه المناهج مثلا يا شيخ يقول: يا إخوان يجب، هذا في درس العقيدة الطحاوية، يقول: يا إخوان يجب، هنا قاعدة يجب، هكذا أعيد لك عليك اللفظ كما عاده وأحفظه نصا، يقول: يجب يا إخوان هنا قاعدة، يجب أن نعتقد أن جميع الطوائف التي تنتمي إلى الإسلام والتي تدعو إليه من جهمي من معتزلة وخوارج وشيعة وروافض أنها كلها تنبعث من الأمة ومن تاريخها. وقال التي تنتمي إلى الإسلام أو التي والتي تدعو إليه، والتي تدعو إليه، هل الرافضة يدعون إلى الإسلام؟ وإن كان هم ما بدأ مناقشة، إذا كان هذا الكلام قاله نعم وكان فهمكم إياه صوابا نعم فهو خطأ مجسد مجسم، ما يحتاج إلى نقاش. طيب تفضل شيخنا، هذا الكلام أيضا من باب الإنصاف الذي أخذنا فيه درسا عمليا اليوم شيخنا. أوي. لما زرنا الأخ سفر أنا والأخ سليم مع أخينا الثالث اللي خلف العنزي، طرحنا له هذه الكلمة تماما. طيب فأجاب الرجل، لا تقول طرحنا، قل عرضنا. عرضنا أحسن. طرحنا نبذنا معناه، ذكرنا هذا الشيء أمامه. إيه فإذا به يقول: حملوا كلامي ما لا يحتمل. الذين نقلوا هذه الكلمة بتروها عن سياقها، فأنا قلت هذا الكلام أقصد فيه كذا وكذا. ذكر شيء آخر تذكره الآن؟ قال إنه يقصد أن المعتزلة أو الجهمية أو الرافضية تتكلم باسم الإسلام. صحيح، لا يعني أنها، وهذا نحن منقوله. أنا أقوله، اصبر، وهي أخواننا كلهم هنا يستحضرون لأني أكرر هذا الكلام. لماذا نحن نقول كتاب وسنة ومنهج السلف؟ لأنه لا يوجد على وجه الأرض الإسلامي طائفة مهما كانت عريقة في الضلال إلا وتقول نحن على الكتاب والسنة. هل عندك شك في هذا الكلام؟ كويس. لكن لا توجد طائفة في الدنيا إلا طائفة واحدة، وهي التي تقول كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح تطبق. فكلام سفر على حسب ما سمعنا الآن، ولجاني قلت لك آنفا، إذا كان الكلام الذي أنت تنقله عنه هكذا فهذا ما يحتاج إلى نقاش أنه مردود عليه، لكن نخشى ما نخشاه ما وقعنا آنفا، أنه هذا فهم خاص بكم
ولا نبارك لكم فيه. فالآن جاء تأويل هنا ونحن ما نؤكده، ما نؤكده، لكن جاء تأويل أنه يعني أن هؤلاء يدعون الإسلام فعلا، والرافضة يدعون الإسلام، لكن إسلام منحرف عن الإسلام الصحيح. فحينئذ كلامه لا يؤخذ يا أخي بهذا المفهوم الذي فهمته أنت إن كان كذلك. فأنا ما أقول الآن أصبت أو أخطأت، ولا أقول لمن هناك أصبت أو أخطأت، لكن أقول المسألة تحتاج حقيقة إلى تجرد عن أي مؤثرات خارجية حتى نتمكن أن نفهم كلام هذا الرجل، لا سيما إذا كان، ولعل الأحسن نقول إن كان بيننا وبينه ما صنع العداد، يجب أن نتروى. لعله كما قيل نقلا عن عمر، التمس لأخيك عذرا، لعله إلى وجهة نظر فيما قال. فيا ترى هذه العبارات التي تفهمونها بمفهومكم الخاص، هل وجهتم سؤالا صريحا مثل ما الأستاذ آنفا جزاه الله خير صور ذاك الموضوع، أنه أنت تؤيد هذه المظاهرات مع أنه يلزم منها كذا وكذا وكذا إلى آخره، ومع ذلك فيكم أي نعم، هل وجهتم مثل هذا السؤال؟ أنت تؤيد الجهمية أنهم يدعون إلى الإسلام، الإسلام الذي أنت تدعو إليه؟ أنا على مثل يقين أنه سيقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلماذا لا توجهون هذه الأسئلة الموضحة والمؤكدة لما عندكم من صواب أو ما عندكم من خطأ؟ إنما رأسا بتسلطوا مفاهيمكم الخاصة على عبارات هذا الإنسان أو غيره، وبتقوله يقول كذا وكذا. هذا التأويل أنا أسألك الآن، يحتمل كلامه، يحتمل هذا التأويل ولا ما يحتمله؟ إذا أخذته كما قلنا نحن آنفا من أولي إلى آخره، ولا ما يحتمل؟ بس اسمح لي أني أفصل، ولا التفصيل يأتي بعد الإجمال. لا ما يحتمل يا شيخ، ما يحتمل. أيوه أفصل؟ تفضل. جزاك الله خير. فصل. هذا يا شيخ في مثل هذا الكلام لما يكون ناس يسمعوني، وهؤلاء الناس عوام ويحتاجون إلى تفصيل وإلى تبيين وإلى توضيح، خاصة لا سيما مثل سفر أو مفهوم سلمة. مفهوم إيش؟ شو كان السؤال؟ السؤال إيه، شو كان السؤال وإجا الجواب بالوضوح؟ هو كان يتكلم يا شيخ، ما أذكر أنه هناك سؤال، هو كان يقرر قاعدة، يقول يا إخوان هنا قاعدة، يجب أن نعتقد أن جميع الطوائف التي تنتمي إلى الإسلام أو التي تدعو إليه، من معتزلة، ما قال جهمية، من معتزلة وخوارج ورافضة وأشاعرة، أنهم كل أنها كلها من واقع الأمة وتراثها، أنها كلها تنبعث من الأمة ومن أو من تلك. أنا الآن تذكرت عين الصواب، أنا تذكرت الآن إضافة أخرى شيخنا، طبعا الكلمة اللي ذكرها سليم. احفظ شوي، خلينا نتثبت من النقل الآن. لا الآن النقل اختلف شوي عن ذي قبل، فالآن أكد لنا الكلام الذي قلته. أعيده يا شيخ. تقول ماذا؟ يقول هكذا، يا إخوان يجب أن نعتقد أن جميع الطوائف التي تنتمي إلى الإسلام والتي تدعو إليه، من معتزلة وخوارج ورافض وأشاعرة، أنها كلها تنبعث من الأمة ومن تاريخها. هذا نص كلامي؟ هذا فيما أذكر أنه نص كلامي. يعني ما في اختلاف ولا في لفظة واحدة بجوز مثلا تغير شيء؟ هلا انت بتقول تنبعث، هكذا يقول تنبعث، قبلها قال نابعه. لا لا يا شيخ، قلت تنبعث. معليش الاخ هذا الذي، معليش يا اخي، نحن بارك الله فيك ما عم نحاسبك، بالعكس عم نتثبت من كلامك. طيب انت متاكد انه قال تنبعث؟ هذا فيما اذكره يا شيخ. طيب الان نريد ان نستفيد منك نقد هذا الكلام. طيب بارك الله فيك، انا لما اتيك على التفصيل انه المفروض، لا خلاص هالكلام انقدنا اياه. اي بين لنا هل هو صواب أم هو خطأ؟ خطأ. شو وجهة الخطأ؟ وجهة الخطأ أنه وجهة الخطأ بقول أبو جابر في نشرة الأخبار، بقول قدمنا لكم نوجز والآن إليكم نشرة التفصيل. طيب جزاك الله خير، هذه نشرة بالتفصيل. تفصل. طيب بارك الله فيك يا شيخ. أما بالتفصيل فقوله، قول الشيخ سفر بأن هذا، بأن جميع الطوائف تنتمي إلى الإسلام وتدعو إليه،
المفروض أن يقول من معتزلة وخوارج أن هذا إسلامهم منحرف يا شيخ، وكلنا مسلمين بأن الروافض والمعتزلة والأشاعرة فيما تدعو إليه من إسلام وتظن أنها تدعو إليه من إسلام إنما هو إسلام منحرف، ها؟ هذا إسلامهم على فهمهم، وإنما هو ليس صورة الإسلام الحقيقية التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل معنى كلامك أنه يقول أن هؤلاء يتبنون الإسلام الذي جاء به محمد عليه السلام؟ لا، ما أقول بهذا. فإذا أقول أنه لابد يفصل. هو ما قال. نحن كلامه اسمح لي يا أخي، نحن بنمشي معك. هو ما قال. طيب، لكن هل هذا معناه أنه هو في قرارة نفسه يعتقد أن المعتزلة والأشاعرة وإلى آخره فهموا الإسلام وجاءوا بالإسلام صحيحا؟ أبدا يا شيخ. إذن شو وجه الإنكار؟ أنه كان يلزم أن يقول كذا. نعم. طيب هذا خطأ في العقيدة؟ لا يا شيخ، أنا أقول هذا أنا ما قلت أصلا يا شيخ، أنا أقول أنه هذا لابد يفصل. يا أخي ما فينا واحد إلا يقع في مثل هذا الخطأ مرارا وتكرارا. هذا خطأ شيخنا، الله أكبر، هذا عين الصواب. لا بس بقول للمناسبة السياق والسباق أنه ما يحكي هذا التفصيل الذي أنت ترجوه. كلها تنبعث من تاريخ الإسلام. هو الآن يعني كل عوام يا شيخ يسمعون. يا أخي أسلوب خطأ بالمئة مليون في الإلقاء. كلموا الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا، حاشا لله. لكنه ما كلم الناس على قدر عقولهم. الصحابة كما تعلمون جميعا كانوا يتورعون عن رواية الحديث الصحيح: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وبعضهم ما حدث بهذا الحديث إلا لما حضره الموت. لماذا؟ تأثما. نعم، تأثما يعني قال. لا أقول نعم تأثما، بلغه تأثما، لكن أنا أتحدث لماذا ما حدث بهذا الحديث؟ لأنه خشي أن يفهم على خلاف مراد الرسول عليه السلام. ولذلك نحن نقول الآن تفقها في آثار هؤلاء الصحابة الكرام الذين ما حدثوا بمثل هذا الحديث إلا في آخر حياتهم، نقول ما ينبغي للمسلم كما يفعل بعض القصاصين والواعظين الجهلة: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أوه ضج المسجد والحمد لله إلى آخره. ما يجوز التحديث بهذا الحديث إلا كما قال في صحيح البخاري معلقا عن كعب الأحبار، قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن المفتاح لابد يكون له أسنان وإلا ما يفتح، فأسنان لا إله إلا الله والعمل بمقتضاه، أو كما قال الشاهد. فزيد من الناس تحدث في جمهور وروى هذا الحديث، يا غيرة الله، هذا الناس ما بيفهموا هذا الحديث إلا فهم خطأ. الله يهدي، أخطأ، لكن ما يسجل عليه هذا الخطأ بحيث أنه إيش نقعد نحره ونقاتله ونباغضه وإلى آخره. مثل هذه الأشياء ما فينا لا أنا ولا هو ولا أنت ولا زيد إلا ما يقع في مثل هذا. نحن بهمنا صلاح العقيدة. هل عقيدة هذا الرجل أن المعتزلة على هدى من ربهم؟ لا، حاشا لله. إلى آخره. الرافضة؟ لا، لا. إذن كان ينبغي أن يقول كذا. اسمع شيخنا، من إلا كان ينبغي. وإيش صار؟ اسمع شيخنا تعليقه: بل هو من أكثر الناس ذما لهم. هو هذا معروف فعلا، سبحان الله. فإذا انتقاد أسلوب الكلام، أسلوب الكلام كل واحد. هلأ أنا متحمس، أنا شوي مع أني أنا بارد تماما، يمكن يكون هناك في الزوايا خبايا كما يقال، يقول الشيخ ليش متحمس؟ والله غلطان الشيخ، ما نعهد منه هذا الشيء. ليه؟ لأنه إنسان بشر، مش هو حجر، لابد ما يخطئ، لابد ما يتحمس، لابد ما يكون بارد. لكن اللي عم ينظر يسمع حاطط إيش الميكروسكوب وعم يلاحظ بإيش بدقة. نحن منقول يا أخي هذا الكلام إذا كان ليس له ما مقدمة ومؤخرة يسوغ له أن يقوله فنحن نقول هذا خطأ. نقول معك كان ينبغي أن يوضح، لكن لعل المقام مو مقام إيضاح. أنا موافق تماما في كل ما قلت. طيب، جزاك الله خير. جزاك الله خير. لا حول ولا قوة. كلامك شو اللي تذكرته أنت؟ لا أقول شيء شيخنا،
أنا أريد أن أقول، وهذا طبعا تذكير لنفسي وليس تعليما لغيري، جزاك الله خير، أقول إياكم، أقول بأنه طريقة السؤال أو النقد ينبغي أن لا يفهم من السؤال الذي يعرض أو من المسألة التي تقال أو تقدم للمسؤول، لا يفهم منها من السائل أنه يريد الطعن على من يسأل عنه. هذا أولا. ثانيا، يجب أن يكون فهمه لهذه القضية هو الذي يحمله على السؤال للاستفهام. يعني ما بيجوز أنا أجي أني أسأل هذه المسألة وهذا السؤال وأنا أريد الطعن على هذا الإنسان. تمهيد. نعم. تمهيد للطعن. نعم. هذا هو. ثلاثة، لأنه هذا بارك الله فيك يحمل محمل إذا كنا إحنا فيما بيننا نحن المتفقين على العقيدة الواحدة التي لا يختلف منا عنها واحد عن الآخر، الذي سواء كان في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب، إنه لا يفهم بأن هذا الاختلاف في فهم مسألة يجعلنا نستبيح عرضه في سبيل إنه نتكلم عنه فقط مجرد الكلام أو النقل. لأن هذا الكلام الذي ينقل عن سفر ويتداوله الناس عندكم، هذا ينقل ويشيع في الناس جميعا، فماذا يمكن أن يقال؟ لأنه ما يعني أنت الآن تتكلم، هذا الشريط وقع في يد مبغض لسفر حوالي أو مبغض لأهل العلم والدعوة، يقول تعالوا شوفوا انظروا إلى هؤلاء الذين يدعون بأنهم على منهج السلف الصالح وعلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا بينهم من خصومات على؟ وهذا يمكن ما أقول للخصومة، لأن الخصوم الأخصام ربما يعني تزول الخصومة فيما بينهم، لكن يمكن للأعداء، أعداء العقيدة مش أعداء المنهج فقط، أعداء العقيدة، يمكن لهم أن يجعلون مضغة في أفواههم وسخرية لهم، وهذا إحنا ينبغي أن نبرئ أنفسنا منه. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هناك شيء، يعني نحن رددنا، يعني رد الشيخ جزا الله خير على يعني استشكالي هذا الذي حصل ذكرته، ولكن هناك يعني مسألة الطعن في العلماء وهي منشأ الخلاف. نحن إذا ما رجعنا إلى منشأ، جاوب عن هذه المسألة، إذا ما رجعنا إلى منشأ الخلاف يا شيخ، حقيقة والله والحق أقول إن شاء الله أنه سببه هو الطعن في العلماء، ثم بعد ذلك نبشت هذه القضية. حقيقة أنا ما كان يعني في ذهني حاضر هذا المعنى الذي يعني ذكره الشيخ ووضحه لي جزاه الله خير، وأنا موافقه تماما في كل ما قال أنه هذا خطأ وينبه، وأنه ليس مقصد الشيخ مثلا سفر أنه مقصده أنه يعني المعتزلة أنهم يدعون إلى الإسلام الحقيقي وأنه كذا، فأنا موافق الشيخ في هذا وكان غايب عن ذهني، وأرجع إلى ما قاله الشيخ. ولكن من شاء، لكن أنا أسأل سؤال آخر هنا الآن، فلم أنت قد اقتنعت، فهل الأخ خالد اقتنع بما اقتنعت به؟ هذا يوجه السؤال كل لحاجة. نفس بما كسبت رهينة. لكن يا شيخ قبل لا رجع، أنا طبعا طرحي للموضوع هذا بالذات بضيف القاعدة ليس طرحة، لا يعني أقصد عرضي له سيختلف عن هذا العرض، وبالتالي كلام الشيخ وجوابه يعني لا يقنع، وكلام سفر لهم ما رأوا صوابا. احنا بدنا خالد شيخنا فعلا. خلده الله في نعيم الجنة. يا شيخ بارك الله فيك، مسألة الطعن في العلماء نريد يعني أن يجيبنا الشيخ عليها، لأن هي سبب ومنشأ هذا الكلام كله. بعد ذلك يا شيخ فضيلة الشيخ، هذا لما طعن طائفة من الناس أو طائفة من العلماء طعنت في هيئة كبار العلماء، حقيقة والوضع يعني في تلك اللحظة يعني في خضم الفتن، فكان هذا باعث على البحث عن إيش؟ عن أخطاء لهذه الفريق الثاني، ليبينوا ليبرهنوا بأن هؤلاء الناس ليس فقط عندهم هو الطعن في العلماء، وإنما هذا منهج يسيرون عليه يعني هذا لبعض يخالف منهج السلف. هذا لبعض الناس، هذا لبعض الناس كونه هذا دفعهم إلى أن يبحثوا عن أخطاء لهؤلاء القوم. أما بعض الناس يعرفون أخطاء هؤلاء القوم وعندهم موجودة من قبل فتة الخليج وقبل أن يحدث. تسمح لي شيخنا، أنا إذا ممكن شيخنا تفضل. أنا أسأل أخ أبو جابر سؤال، أولا هل، لا أقول تعتقد، هل تظن بأن العلماء الذين أفتوا بما أفتوا به قد أصابوا فيما أفتوا به؟ نعم.
حسب ما ظهر لي من الأدلة، وأنا طالب علم طويلب أو لا أكاد يعني أكون طالب علم، فحقيقة إني يعني حسب ما بلغني من الأدلة. لا لا بس أنا مش أنا أريد الطعن في العلماء. طيب لو كان جوابك عكس ذلك، لو قلت أنا لا أعتقد بأنهم أو لا أظن بأنهم أصابوا، فهل تظن بأن نقد سفر لو كان مجرد نقد بلا طعن نعم يكون صوابا ولا خطأ؟ لو كنت أنا أرى جواز عدم جواز الاستعانة. نعم. حسب ما بلغني من الدليل فأكون طبعا موافق للشيخ سفر فيما ذهب إليه إذا خلا رده على العلماء بدون طعن وشتم. جميل جدا. الآن انحصرت المسألة في الطعن على العلماء. طيب هل كان طعنه على العلماء تكفيرا لهم أو تفسيقا؟ والله نعم يا شيخ، تفسيقا نعم، أما تكفيرا فلا. كيف ماذا قال؟ ما مثل اتهامهم بالمداهنة، اتهامهم مثلا يا شيخ بأنهم يقعون تحت الضغوط وأنهم يقولون ما لا يعتقدون. تفضل. سؤال بسيط، لفظة المداهنة التي أنت تتلفظ بها هو تلفظ بها؟ نعم تلفظ بها يا شيخ. على ذمتك؟ على ذمتي. على ذمتي وأقابل بها الله عز وجل. طيب هو هو على كل حال. طيب هل تعتقد بأن قوله بالمداهنة والمجاملة والطعن على هؤلاء العلماء، هل تعتقد بأنه كان يريد في ذلك فعلا تفسيقهم وتجريحهم والطعن عليهم حتى يبلغ ما بلغ من الطعن الذي أوقع في نفسك أو في نفس الآخرين أنه فسقهم؟ والله نحن يا شيخ كما تعلمنا من شيخنا أنه وكما سمعنا من الأثر الذي يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أما الوحي الآن فقد انقطع، ومن أبدلنا خيرا قربناه ومن أبدلنا شرا أبعدناه، فنحن لسنا متعبدين لله عز وجل، نعبد الله عز وجل ببواطن الناس، وإننا لم نؤمر أن ننقب عن ما في بطون الناس، وإنما ما ظهر لنا منهم فنأخذ بظاهره. جميل جدا. تسمع. هذا كلام صحيح، لكن هو ليس جواب للأستاذ. نعم هذا الذي أريد أن أقول. تفضل. أنا أسئلة كثرت عليك. أنا قلت أعود مرة أخرى وأقول لا أن تسموني أبو صابر. يعني هل تظن أو تعتقد بأن طعن سفر وتجريحه العلماء بأنه كان يريد تفسيقهم فعلا بالطعن عليهم بهذا الأسلوب الذي جريت عليه أو قاله؟ سألتك هذا السؤال يا شيخ محمد عفوا، وهذا قد يكون يعني عدم احترام مني لا 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 للمشايخ. لا لا. لو سألتك هذا السؤال ما تستطيع أن تحدده. لا أنا أستطيع أن أحدده. تفضل. ما يستطيع ماذا؟ أن يحدد هل هذا مقصد سفر أنه طعن لإسقاط العلماء أو أنه ليس لإسقاط. أنا أستطيع من فمك أدينك. تفضل. أنا من فم سفر أبرئه لأنه أنا سمعت. أنا ما هو من فمي. لا 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 أنا بقول يعني من فم سفر يعني. أنا أقول مثل هذا. أقول بأنه أنا سمعت سفر. سمعته يثني الثناء العاطر على العلماء الذين انتقدهم، لا أقول طعن عليهم، سمعته يثني الثناء الكبير عليهم. ولما أخذ شريط الاسمان آنفا قال إذا ما قام العلماء بالأمر معروف أنه منكر فمن يقوم نكر. نعم. لا شيخنا كمان بالذات سمى أسماء كويس. فلان وفلان. أنا سمعت هذا من سفر، فالذي يقول ذاك لا يقول هذا، وإن قاله فلا يقوله على وجه التفسيق، لأن الذي يثني ولا يذم ويأتي بنقد وبكلمات تقال عادة في مثل خطبة أو محاضرة مرتجلة هذا لا يحكم به على أنه يريد تفسيقه. ثانيا لو سمحت نقطة أنا إنسان ضعيف. لا لا مو ضعيف ما شاء الله عنك، ما شاء الله أنت أبو صابر الآن. ها شيء آخر يا أخ أبو جابر، أنت قلت بأنه كلمة اتفقت أنت عليها أنت والأخ خالد، هذه الكلمة قلت أوجد مناهج، أنت بتعتقد أنه هذا منهج؟ أنه واحد اسمح لي واحد سب واحد أو طعن عليه أو فسخه أو شتمه ها؟
من الزمان. هل تعتقد بأن هذا صار منهجا؟ واحد افرض أنه سب وشتم وقدح، أنا بسمي هذا منهج عندما يسمعني الآخرين ويقلدونني في هذا، يسبون فلان أو يطعنون على فلان أو يفسخون فلان أو يكفرون فلان، هل هذا منهج؟ هذا ما أسميه منهجا، هذا خطأ تسمية منهج الله يبارك فيه. هذا أنا أسميه يعني إذا كان أنا بدي أسيء الظن في مثل هذا الإنسان، بقول هذا خروج عن مقتضى الأدب، هذا بسميه، أما ما بسميه منهج. وإذا أردت أن أتلطف في الحديث في 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 اللفظ بقول والله يا أخي هذا خطأ وما ينبغي أن يقول. محمد نعم. اسمح لي بسؤال. تفضل. إيه أنا إلي ملاحظة. كله صح لكن عندي سؤال. لا يا شيخ. صحيح. لا يا شيخ. لا يا شيخ أنا ما. كله أنا صح. لا ما أصحح. عجيب. ما بصحح. ما بصحح. هو لا يريد يا أخي أنت لأن الكلام شيخنا صحيح. ما تفرغ بين المنهج وبين المعصية. بارك الله فيك يا شيخ. السؤال إلا أفرغ. طيب هو يدندن حول هذا. لكن أليست طول بارك شوي طول بارك خلينا نبني على كلمة نتفق عليها حتى نزداد اتفاقا. وأنا ما نزداد ابتعادا. ما دام وافقت أخيرا أنك تفرغ بين المنهج وبين المعصية، هو هذا سؤاله. وبناء على ظهور سؤاله وأنه صحيح كالشمس في ربعة النهار، قلت لك قل صح لكن عندي سؤال، فأبيت علي مع ذلك. مع أنه لما سألتك ما تفرق بين المنهج وبين المعصية قلت نعم أفرق. ما في كلام بين سؤالي هذا وسؤال الأستاذ. شيخ أنت أول سمحت لي بارك الله فيك أني أقول لا، ثم بعد ذلك تسمح لي أني أفصل. لا بس أنت عم تقول نعم ما عم تقول لا الآن. في ماذا يا شيخ؟ أني عم أسألك ألا تفرق معه معي مع كل الحاضرين فيما أظن، ألا تفرق إنه بين المنهج وبين المعصية؟ المنهج أي منهج يا منهج شيخ؟ الدعوة إلى الله إلى كتاب الله وحدي. هناك مناهج حزبية يا شيخ وهناك مناهج هو عم يسألك عن هالقضية هي عن هالجزئية، هل اللي أنتوا عم دندنوا حولها أنه طعنوا في العلماء ونسبوا العلماء إلى المدارة إلى المدانة عفوا مش مدارة، وإلى أنهم تعرضوا لضغوط أيضا ذكروا، وهذه يجب التعليق عليها لأن هذه في فرق كبير. فالمقصود هو يدندن حول النقطة فقط، ما يريد منك أكثر من ذلك. هذا المنهج نعم. طيب هذا الذي قلت لك كله صح لكن عندي سؤال. هذا المنهج يا شيخ الذي نقول أنه خطأ، لأنه هذا المنهج. إيش هو المنهج؟ الذي هو الطعن في العلماء، نحن نعده منهج السنة. يا أخي هذا ليس منهجا بارك الله فيك، هذه معصية. ولكن هذا منهج السروري هم يتهمون. ليش يا شيخ؟ لأن إذا نحن لسنا متفقين ولا مؤاخذة أن نفرق بين المعصية والمنهج. ما هو المنهج؟ بارك الله فيك يا شيخ، بالله يسمح لي بس في كلمة بسيطة. ما بيجوز أن تحلف بالله. طيب جزاك الله خير، عفوا يا شيخ. لا توب إلى الله مش إلي. لا يا شيخ لأنه بالله هذه خرجت عفوا من ما ليش مش خطأ معي، خطأ مع ربك. بارك الله فيك، انا كانها لغو يعني، هذه حلف اللغو يا شيخ، ما هو بس يعني اني تقصدته يا شيخ. لك اعتذر لربك مش للعبد. الله بس هيك يعني. طيب تفضل. انت تفرق بين المنهج والمعصيه، تقول تفرق ام لا تفرق؟ لا افرق في هذا المنهج، المنهج الحزبي. ما يسالك عن هذا المنهج بشكل كقاعده. كلمه يا اخي كلمه. نعم افرق. ما هو المنهج؟ وما هي المعصية؟ منهج أهل السنة مثلا. وما هي المعصية؟ معصية الله ورسوله. معروف المنهج شيخنا. ما دي شيء، خلينا إجمالا الآن. والمعصية؟ معصية مخلافا لهذا المنهج. جميل. لا مو خلاف المنهج، الله يهديك. قد يكون المنهج خطة وضعها إنسان ارتضاها لنفسه، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. أما المعصية معصية ما تقبل جدلا. نعم يا شيخ. طيب فالآن هذا الذي أنت تنسب إليه أنه نسب العلماء إلى المداهنة وفسقهم تقول، هذا عصى ربه أم لا؟ عصى ربه. طيب فإذا عصى ربه خالف منهجه، يعني إبليس اللي قال رب العالمين فعصى ربه وغوى خالف منهجه
ولا كل ما في الأمر هناك أنه عصى كما قال ربنا عصى ربه. طيب هذا الذي يدندن الأستاذ حوله أنه إذا كان ولابد تقول عنه شيء بهالخصوصية أنه عصى أنه عصى، أما أنه جاء منهج جديد لا والله هذا ما يؤخذ منه منهج جديد. وبخاصة ما أدري هل يسمح لي أن أدخل، الفسق يا أخي من ناحية الشرعية لا يثبت على الإنسان بمجرد خطأ وقع فيه أو معصية وقع فيها. هل أنت معي في هذه ولا أنت في ريب ما أقول؟ المعصية يا شيخ يعني الرجل الذي أخطأ في حياته مرة واحدة، أو الرجل الذي ظلم يوما واحدا، هذا لا يقال عنه ظالم ولا يقال عنه فاسق، لكن الذي يغلب عليه يقال عنه ظالم ويقال عنه فاسق. كوي. فإذا ما يجوز أن تقول أنهم نسبوا العلماء إلى الفسق بمجرد هذه الكلمة التي هي خطأ في 100 مليون إذا صحت النسبة إليهم. خلاصة كلام الأستاذ يريد أن يفرق بين أن تقول أنت ولا غيرك أن الجماعة جاءوا بمنهج جديد، شو دليل؟ طعنوا في المشايخ، نسبوهم إلى الفسق، ما جاءوا بمنهج لكن جاءوا بمعصية كان ينبغي عليهم أن يترفعوا عنها. طيب شيخ تسمح لي؟ لسه ما أدري طيب ولا ميت. صح هذا الكلام ولا ما صح؟ يا شيخ يعني فيه تفصيل، يحتاج إلى تفصيل يا شيخ. وليش جاوب بعدين فصل؟ طيب يا أخوانا الجواب بتفصيل، أنا حجاوب بتفصيل بس اسمحوا لي دحين أنا توجهت علي. أنا عندي قاعدة يا أخي، الأستاذ ذكرك آنفا بطريقة الإذاعة شو بيقولوا موجاد لماذا هذا؟ مشان جمع ذهن السامعين إلى أصل الموضوع الذي سيأتي فيه التفصيل. هذا أسلوب يتعلق بحسن الكلام وحسن السؤال. أنا بقول إذا سأل زيدا من الناس إيش رأيك يجوز آلات الطرب ولا لا يجوز، بده يعمل لي محاضرة. يا أخي مبارك الله فيك، اللي يجوز أعمل محاضرتك، اللي لا يجوز أعمل محاضرتك، وقد أغنيك عن المحاضرة إذا وافق شن طبقة. في حاجة حينئذ المحاضرة؟ إذا سألتك عن شيء وافق ما عندي، في حاجة تعمل لي محاضرة؟ ما في حاجة. ولذلك بارك الله فيك خذوها مني هذه نصيحة، خير كلام ما قل وذل. أنا إذا سألتك عن شيء وافقت الجواب اللي عندي قله، حينئذ ننظر في حاجة أنك تشرح. أبحث سؤالك يا شيخ. سؤالي وضح لك أن زيد من الناس إذا طعن في عالم ما أو في بعض العلماء نسبهم إلى الرياء، هذا جاء بمنهج جديد ولا كل ما في الأمر أنه عصى الله؟ عصى الله خلاص. وهذا اللي كان الأستاذ عم يدندن وعم يقول لا تتخذ هذه المعصية وسيلة لك أن تقول أنهم جاءوا بمنهج جديد. في عندك دليل غير هذا؟ نعم. يبحث. نعم في عندك دليل غير هذا؟ يبحث. جيد. أما هذا تتخذ دليلا بتكون مخطئ. طيب بارك الله فيك، إذن هذا دليل الآن إذا لا يتكلم فيها أبدا. بارك الله فيك. لما نقول إنه هؤلاء الناس لما يطعنوا في العلماء إنما هو عن منهج موجود، يقولون علماءنا لا يفقهون الواقع، علماءنا لا يعلمون، وبعدين علماء حيض وبعدين خض المية هي مية. لا يا شيخ، ما هو خض المية هي مية ولا أفسر الماء بعد الجهد بالماء، وإنما هذا منهج كل من يطعن في العلماء إنما هم يحملون مسألة فقه الواقع وأن علماءنا لا يفقهون الواقع ولذلك يا شيخ علماء. بارك الله فيك، أنا على مثل اليقين أنك مخطئ فيما تتكلم وأرجو أن يتبين لك الأمر. المنهج أليس هو الذي يمشي عليه الإنسان صاحب المنهج طيلة حياته؟ أليس كذلك؟ أرجوك أليس كذلك؟ لا شك. طيب هذول حياتهم الطعن في العلماء؟ لا شوفوا
يا شيخ. هذا بيبين لك. قد يتغير المنهج يا شيخ. يعني الإنسان سبحان الله بين يوم وليلة. لك يا أخي قد تغير الفاسق بيصير صالح. لكن ساعد بيكون فاسق بيكون فاسق. متى يصير فاسقان؟ إذا غلب عليه الفسق والفجور والمعصية إلى آخره. لكن لما انصلح ما يقال أنه كان له منهج وصل له منهج ثاني. لا، كان فاسقا فصار صالحا. فالآن أنت لا تزال تصر في التسوية بين المعصية وبين المنهج. فأنا لفت نظرك الأمر واضح جدا. المنهج أليس هو السبيل والطريق الذي يحياه الإنسان منذ أن تبين هذا المنهج إلى آخر رمق من حياته؟ قلت نعم. طيب هؤلاء يظلون يطعنون وليس عندهم إلا أن تطبيق منهج الطعن العلماء؟ قلت لا. فإذا هذا مو منهج بارك الله فيك، هذا من الغلو في الدين. أعطي بالك، هذا من الغلو في الدين. أولا أن تسموا الأشياء بغير أسمائها، وثانيا أن تحملوا الناس أكثر من واقعهم. يا أخي طعنوا في العلماء بمناسبة إيش؟ الاستعانة بالكفار. طعنوا فيهم، نسبوهم إلى المداهنة كما تقولون، خضعوا لضغوط معينة إلى آخره. خلاص انتهت المشكلة، خطأ وقع منهم، معصية وقعت منهم، لكن هذا ليس من منهجهم باعترافك، أي ليس من ديدنهم دائما يطعنوا في العلماء. فسبحان الله، هذا الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فنحن يعني ندعي ونرجو أن نكون صادقين، نحمل الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لكن ينبغي أن نشعر بأخطائنا التي تخرجنا عن منهجنا، تخرجنا عن منهجنا. منهجنا أن نعدل دائما مع الناس، حتى مع الكفار، حتى مع الفساق. ما نجي يدوني إخوان معنا في الخط كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح، لكن لهم أخطائهم، لهم معاصيهم، والله أعلم بما في نفوسهم، لكن على حسب ما نسمع أنهم طعنوا في العلماء. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم. لكن هذا ليس يا أخي، هذا سؤال غير وارد. المهم هذا ليس من منهجهم. أرجو أن توافق معي كما وافقت وجزاك الله فيما سبق. هذا ليس من منهجي. والله يا شيخ لأنها توافرت كذا من كذا مرة، وما هو واحدة مرة يا شيخ. يا أخي مرة مرتين ثلاثة، ليس من منهجهم. يعني ليس من الأغلب يعني يا شيخ على حالهم أنهم يطعنون يعني دائما في العلماء. شيخنا خليني أسأل سؤال آخر. يا أخ أبو رجاء أبو جابر، أبو جابر عفوا، واحد دأبه الدائب أنه يرمي الناس المحصنين ويرمي النساء المحصنات، هذا ايش بتسميه، منهج ولا معصية؟ هذا دائما دأبه منهج هكذا. هو مسلم الرجل، يقول لا إله إلا الله ويدين بالحق ويقيم الشعائر الفرائض ويزكي ويحج ويدعو إلى الله على بصيرة، ولكن ربنا ابتلي هذا الإنسان بمثل هذه المعصية، فماذا تقول؟ هذا منهجه ولا هو مقيم على معصية؟ مقيم على معصية. هذا الرجل دأبه أن يطعن على العلماء، هذا مقيم على الطعن على العلماء، يعني هو يعصي الله بالطعن على العلماء. إذا نسميه مقيم على معصية ولا صاحب منهج؟ نسميه أنه صاحب معصية. أو حالي بجوز هذا الوحي طبعا بشر لبشر. أو حالي شيء، المنهج الذي يضعه خاص المسلم لنفسه يتقرب به إلى الله أم لا؟ يتقرب به إلى الله عز وجل. طيب المعصية لا يتقرب بها إلى الله؟ لا شك. أي هذا حسبك فرقا بين المنهج وبين المعصية يا أخي. صحيح. فأرجوك أن تصارح بالحق الذي صارحت به آنفا. المنهج شيء. اتضح لي يا شيخ. الحمد لله. اتضح لي بالمثال. الحمد لله. أسأل الله. دائما هكذا أهل الحق. لا لكن يا شيخ الله يجعلنا من أهل الحق. لكن أنا أقول بس المهم أننا يا شيخ هذا نحن الذي يعني جعلنا نحمل نحذر من أمثال هؤلاء
على هذه المآخذ التي كلها ذكرتها لك. أنا أوافق معك ولا أوافق، تدري كيف؟ كيف هذه حجب؟ أنا أحذر بمعاصيهم ولا أحذر منهم. كيف يا شيخ تحذر من معاصيهم؟ هي بدك بدك كيف؟ بس بدك كيف هي؟ اي نعم. بدك سؤال كيف؟ والله الكيف مجهول هنا. لا بس نحن ما نبحث في الصفات الإلهية. لا شك يا شيخ. نبحث في الصفات البشرية. أقول لك هذا كيف ما اتضح لي، فلذلك أنا عارف. أنا عارف. لا إله إلا الله. إذا تسامحونا يا شيخ، لا يعني إن شاء الله تسامحونا إن أسأنا الأدب أو قصرنا أو يعني ارتفعت أصوات. يمكن لأول مرة تليت باللقاء مع الألباني. لا من حوالي 7 سنوات وأنا ألتقي بك يا شيخ. ما شاء الله. لكن دخلت في هيك مناقشة؟ لا واحدة مرة سألتك سؤال وكنت بجانبك، سألتك عن الجهاد في أفغانستان. ما ليش لكن دخلت في مناقشة؟ لا لا ما دخلت. شفت شلون بتحيد عن الجواب؟ بارك الله فيك. نحن نحيا الليل كله مع ناس بعيدين عنا جدا جدا، فكيف لا نحيا الليل والنهار معا مع ناس هم منا وفينا؟ كل ما في الأمر أنه في هناك بعض الإشكالات، فهذا نحن يسرنا ونعتقد بأنه يقربنا إلى الله زلفى أن نستمر في مثل هذه المناقشة للدفاع عن عرض بعض إخواننا في الغيب يعيشون معنا ونعيش معهم في العقيدة وفي المنهج في سبيل إزالة سوء التفاهم الذي وقع بينهم وبين بعض إخواننا من أمثالكم. فهذا نحن ما بيزعجنا أبدا، هذا بيسرنا. ولذلك فانضح ما عندك ولا تبالي، خاصة أنه لست وحيدا في المجال، نستعين بالأساتذة وإخواننا هنا. ولذلك إن كان عندك شيء آخر فنحن نريد أن نسمعه. أنا كل الدندنة هو أن لا نوالي، إياكم الغلو في الدين، وهذا واضح جدا. نسمي المعصية منهجا، هذا خطأ بلا شك، خطأ في المنهج. هذاك ما أخطأ في المنهج، هذاك أخطأ أنه خالف شرعا، وهو أنه طعن في العالم بغير حق، وهذا كما قلت لك في مطلع الكلام على زمتك. لا على ذمتي. ايوه نحن ما نشهد. لا يا شيخ موجود لا. مسجل يا شيخ هذا الكلام. مسجل هذا الكلام. ايه بس انا اخشى ما اخشى ان يكون ما قبل وما بعد يضيق الدائره. هلا الان انا تذكرت انفا الان اعود لاذكره. الا تفرق بين ان يقال في العالم الفلاني انه داهن أو أنه تحت ضغط قال بخلاف ما يعتقد؟ ألا تفرق بين الأمرين؟ بين إنسان يعني كلمة وطاها بعدين تجي المحاضرة إن كنا بحاجة إليها، كلمة وغطاءها تفرق بين الأمرين أم لا؟ عيد علي الأمرين يا شيخ. أحسن حسنا أفهمها أكثر. أنا لا سمح الله أجيبك بس هكذا. أنا لا سمح الله أقول في أخي هذا إنه داهن الحاكم، لكن أنا ما قلت هكذا، قلت في تحت ضغط معين قال ما يرضي الحاكم. تفرق بين الأمرين؟ أفرق. جميل. أيهما أهون؟ إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. جميل. أيهما أهون؟ الذي تحت ضغط. أنتم الآن تنسبون إلى هؤلاء الناس أنهم قالوا مقولتين إحداهما شديدة الوطأ، معصية واضحة، والأخرى هينة لينة بالنسبة للأولى، صحيح؟ نعم صحيح. إذن التي هي الدخول تحت بعض الضغوط. أيوة أهون هذا. نعم طيب. أهون من المداهنة. طيب
الآن يا ترى واقع الواقع في نفس هؤلاء الذين تتهمونهم بالطعن في العلماء، ترى أنهم قالوا بأنهم داهنوا ولا تحت ضغوط معينة خضعوا؟ لا نرى أنهم لا تحت ضغوط. ما أسألك عن رأيه، أقول عما في نفوسهم. ما أسألك عن رأيك، أصابوا أم أخطأوا؟ نظن فيهم يا شيخ الظن الحسن، أليس هذا واجب المسلم نحو أخيه المسلم؟ أحسن.